خينا وصلتينا بنص البير وقطعت الحبل فينا ويليه 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 حكينا يا بنت الناس للكل كرقة وإحساس حكينا يا بنت الناس للكل كرقة وإحساس شربتي من أي كاس ومطرح ما شربت سقينا وصلتينا بنص البير وقطعت الحبل فينا ويليه ويليه نفرح فيكي تنصونك ونداريكي خلينا نفرح فيكي تنصونك ونداريكي شو بعملنا بيرضيكي وشو بعملت بيرضينا وصلتينا بنص الوير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي شكرا لكم. تفضلوا. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.